هو كل انتني شبه كل زمني نحن جند بالتمام وخذ يا مصر وخذ صار وخذ يا مصر وخذ صار وخذ صار
بيك. حنا الناس اللي وقفنا مع المسؤولين ديالنا ومع المشغلين ديالنا وقدمنا تنازلات كثيرة. حنا عاملات وعمال شركة كوادرو بيميترو قدمنا تنازلات، قدمنا تساهلات في الحقوق ديالنا على أساس نحتفظوا بالمؤسسة ديالنا وباش نزيدوا بها القدام. ولكن هيهات هيهات يا العار، كنتفاجئوا بالمشغلين ديالنا خدمنا معاهم في الجائحة، خدمنا معاهم في ظروف قاسية، خدمنا الثبوت والحدودة، راعينا الظروف ديالهم ولكن ما راعوش الظروف ديالنا. كنتفاجئوا بهم بعد العطلة ديالنا السنوية بإغلاق الشركة وهزوا لنا الطابيات اللي هما ديالنا وتشوب لي ديالنا وهربوا لمؤسسة أخرى. أش كترجعوا فيهم؟ لكن علم هنا بأن احنا غنناضلوا على حقنا وغنبقاو ناضلوا عليه، واللي باغي يسكتنا قتلنا بلا عدمنا. وعاش الاتحاد المدني للشغل. عاش. Thank you.